إذا يوم عرفة صادف يوم جمعة. هذه مسألة مهمة جدا ويكثر السؤال حوله. طبعا يجوز إفراد يوم الجمعة بصيام معتاد ولا يلزمك أن تصوم يوما قبل الجمعة، خصوصا يوم النحر هذا بالإجماع لا يجوز صيامه. وذلك لحديث أبي هريرة أخي أبا أحمد الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم. نعم. المسألة فيها نص أن الصيام المعتاد إذا صادف يوم جمعة فيجوز لك أن تفرد الجمعة، لكن لو ليس لك الصيام المعتاد وصادف أن تريد أن تصوم فضيلة في الجمعة، فهنا جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صوم يوما قبله أو صوم يوما بعده. من أراد أن يصوم صياما غير معتاد وصادف يوم الجمعة وأراد أن ينشئه ابتداء فصادف يوم الجمعة، فنقول له عليك أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده إذا لم يكن اليوم الذي بعده يوم ينهى عن الصيام فيه. نعم. واضح إن شاء الله. أما هذه المسألة بخصوصها ففيها حديث أبي هريرة: إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم، فلا إشكال في ذلك. من أراد أن يصوم يوم عرفة في الجمعة ما في مانع إن شاء الله تعالى.